دريتي اخر خبريه؟ لا والله. شوفي هي قال شوفي هذا الممثل سليم راجع على سوريا. لا تقولي وانا كيف فيني اخدمه يعني؟ شو بيعني لي؟ يا الله يا رولا حبيبتي، هذا الممثل قضى كل عمره برا، اشتغل افلام بامريكا باوروبا، لك صار عالمي. يعني مجرد ينعرف انه هو راجع يشتغل هون بالبلد فهي لحالها رح تعمل صدمه لكل الناس. ليش هو حبيبتي قبل ما يصير عالمي مو كان ممثل مثله مثل النجوم يلي هون؟ هلا نحن ما بننكر انه هو موهوب وذكي، عارف يستغل الفرصه يلي اجته، فلهيك هو مضطر يجي لهون لحتى يقدم شوي من الجميل يلي عطته اياه البلد والفنانين يلي اشتغل معهم. بتعرفي رولا، انا اكثر وحده رح انبسط بجايته لهذا الممثل. اوف ليش بقى؟ يييي يا رولا شو بتضلك غشيمه وما بتستوعبي؟ رح اقول لك، من 4 سنين لما كنت عند بنت خالتي بايطاليا كان بوقتها مهرجان كان السينمائي وجوزها كان بيشتغل فيه لهذا المهرجان، واصر انه ياخذنا مشان يعرفنا على هذول المشاهير رفقاته. قام بالصدفه اجت قعدتنا على طاولته لهذا الممثل سليم اللي كنت عم بحكي عنه، وشوفي شو عمل وقدري اني انا سوريه، وشوفي الاحتفال وشوفي العزايم وشوفي الدلال، شيء يعني مو طبيعي، شيء يعني بيضيق الخلق. قلتي لي كان بايطاليا يعني مو بفرنسا؟ بايطاليا. لك يلا كفي لي كمان، شو صار؟ رح اقول لك. الو مامي، صرت اكله نص كيلو معمول وما عم بتسلى. امي تعال عندي او انا بجي لعندك، شو رايك؟ ليه؟ بدك تروحي تسالي انت وريما؟ يعني هلا حتى ريما مو فاضيه؟ ايه بالهنا، الله يرزقني انا وقصي لحتى نقدر نعزمك على شي سهره، بركي وقتها منشوفك. ما قصدي شي. ماشي باي. شو بدي اعمل انا هلا؟ حقوم اتسلى بالغدا احسن شي. الو تحياتي استاذ، كيف صحتك؟ معك قصي. يا اهلا وسهلا فيك، طمني عنك استاذ. بس بدي اسالك، عرفت شيء عن رجعه الاستاذ سليم وشو ناوي يعمل؟ ما في شيء مؤكد. بسيطه استاذ. طب استاذ بس هيك بدي اتغلظ عليك بشغله، فيني اخذ رقم تليفونه؟ لا لا ولا يهمك استاذ، ولا يهمك، عادي عادي. توصينا بشيء؟ الله معك، مع السلامه. مع السلامه. الو تحياتي يا ست الكل، طمنيني عنك. قصي اهلا وسهلا فيك. انا بعرف انك عتبانة علي، والله يا مدام انا عتبان على حالي، يعني صار لي زمان ما نزلت لك اخبار. من عيوني من عيوني مدام. ما بعرف كنت عم بكتب مقاله بس هيك سمعت لطيش حكي انك رح تشتغلي بالعمل اللي بده يشتغل فيه الاستاذ سليم. مزبوط؟ والله كنت متوقع. ان شاء الله الف مبروك. صحيح مدام، معك رقمه للاستاذ سليم، بدي اتصل فيه مشان نعمل هيك لقاء ثلاثي. ايه بيمشي حاله بيمشي حاله. قد ايه مدام؟ ايوه شكرا شكرا كثير مدام، انا رح اتصل فيه وخبرك. اكيد اكيد مو دغري. الله معك مدام، شكرا كثير، كلك ذوق كلك ذوق، شكرا.